كل ما يتعلق بالدولار بالعراق أشبه بمسرحية هزلية سخيفة، يردون غصبا علينا نتحمل سخافتها ونضحك بدل ما نبكي على حال سياسة نقدية ومالية للبلد تسير بشكل واضح جدا نحو الهاوية والكارثة بلا مبرر. ومحصلة الوعي خدمة أصحاب النفوذ بين قوسين أصحاب البنوك على حساب المال العام. دي كافي على منو الضحكون، تدرون الدولار بس بالعراق يصعد في حين انه يهبط ويهبط بسرعة الصاروخ امام العملات الاجنبية عالميا، واولها الين الياباني. اليوم الين صعد بنسبة 138% تقريبا قدام الدولار، بينما صعد اليورو بنسب 10% وباقي العملات تراوحت بين 7 و 18، وهذا امر طبيعي نتيجة التضخم النقدي الامريكي داخل وخارج امريكا وقلة السحب على الدولار امام عملات اقتصاديات نهضة ومستقرة، يا رب نكون منهم سواء في اسيا واوروبا. بس بالعراق يصعد الدولار، بس بالعراق يصعد الدولار والدينار الى الحضيض، ويجيك يريد يستخف بعقلك ويقول لك الدينار اقوى من الدولار. يا مال الصفط حكي وقبض ماكو، ترى موضوع تاثير حظر بيع الدولار على 14 مصرف فاسد بالعراق بسبب عقوبات امريكيه اذا تجي لحقيقته واهي جدا وجدا، حتى يكون سبب في ارتفاع سعر الصرف لل 150 دينار لكل 100 دولار. هذا مو ارتفاع، هذا اشتعال يلهب اكثر من حراره تموز. وكدليل على انه الموضوع لعبه ومهزله، الارتفاع كان بيوم الجمعه بوقت لا اكو دوام ولا بيع ولا شراء، مو هيك المفروض؟ لو مو لعد شلون صعد الدولار ومنو اللي باعه ومنو اللي اشتراه؟ مهزله نقديه ماليه بمعنى الكلمه. تدرون اول تحذير بان العقوبات قادمه لا محاله طلعت من قناه وطن قبل قرابه الشهر، وكلنا وقلنا لكم اللي ما يشوفوا من الغربال اعمى، وانتظروا عقوبات اقسى واشد بالايام المقبله من يرجع العراق على لائحه الدول عاليه المخاطر بالفساد. 14 مصرف طالهم الحساب، بس ترى غيرهم مو بعيدين، لان كلهم واجهه فساد متجذر وسبب خراب السياسه النقديه بالعراق. دكاكين لتهريب العمله واقراض بالفايز وحط عليهم شويه كلاوات على تخفيصات لا اكثر ولا اقل. واللي يقول انه الموضوع مقترن بتاثير هاي الدوله لو ذيك الدوله نقول له لا، لان المثل يقول لو ما تشلب حيز الواو ما يفرخ بالتبن، والامثال تضرب ولا تقاس. معقول البنك المركزي ما يعرف انه اكو تجاره مشبوهه بالعمله؟ اشو الدولار بسعر الصرف الحكومي ما نشوفه بس من نقرب الموازنه. بس نرجع ونقول كل المسؤوليه بهذا الخصوص توقع على عاتق الحكومه وكافعات سدوا هاي الدكاكين الفاسده اللي تسمى ظلما مصارف اهليه، وهي عباره عن مصاصي دماء، واحنا عندنا مصارف حكوميه خير من الله تكفي وتوفي اذا تمت ادارتها بصوره صحيحه وشريفه. هسه احنا العراقيين شو نسوي والدولار صار ب 150 الف دينار جرى فساد المصارف الاهليه التي لم تكن سوى نقمه على البلد؟ صدق لو قالوا بخيرهم ما خيروني، والدولار شتال صاحبه.